بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، التمارين دي على قاعدة الماضي البسيط اللي هي موجودة في الليسن 3 and 4 في الوحدة الأولى. أول سؤال بيقول لي سما نوت مي ويز ماي هوم ورك 2 اورز اجو. والله 2 اورز اجو يعني من ساعتين، يعني الزمن ده ماضي بسيط. فتفكيري في الماضي دي مضارع ما تنفعش ودي مضارع ما تنفعش. طيب هيلبد يعني ساعد، ووز هيلبد يعني ساعد أو تمت مساعدته. فأنت طبيعة الحال بتقول لي سما ساعدتني، فالمعنى معلوم، فناخد هيلبد. I not with my homework. أنا في واجبي منذ ساعتين. أكيد أنا تمت مساعدتي، أنا سعدت، يبقى أنا عايز مجهول، يبقى was helped. I lunch mom did that. أمي اللي عملت كده. ده معناها إن أنا طبخت. ينفع أقول لك أنا طبخت الغداء، أمي اللي عملت كده؟ لأ. طب I was أنا طبخت؟ لأ. Didn't cook. أنا لم أطبخ الغداء، أمي من طبخته. طب wasn't cooked يعني لم يطبخ. اللي بعدها انت بتقول ان الغداء بواسطتي، امي من فعلت ذلك، فانت عايز تقول الغداء لم يطبخ بواسطتي لان امي هي من فعلت ذلك. لم يطبخ يبقى wasn't cooked. لو انت خدت لي didn't cook يعني الغداء لم يطبخ بواسطتي، فالمعنى كده غلط. الجمله الخامسه بقول لك not the children to school in your car، وعامل لك علامه استفهام. اذا انا عايز سؤال، فطبيعه الحال هبعد اي حد بادئ بفاعل لان دي كده جمله خبريه. هفكر في did you take يعني هل اخذت، ولا where you taken يعني هل اخذت. انت بالعربي بتقول هل انت اخذت الاطفال الى سيارتك الى المدرسه بسيارتك، يبقى did you take. طب not to school in your car، الى المدرسه بسيارتك، فانا هقول هل ينفع اقول did you take to school، هل انت اخذت الى المدرسه، ولا هل الاطفال اخذوا الى المدرسه في سيارتك، المعنى مجهول، يبقى ناخد دي. تاني كده where the children taken يعني هل الاطفال اخذوا، يعني مجهول كده، هل الاطفال اخذوا الى المدرسه بسيارتك. الجمله اللي بعدها What not to solve the problem? I paid the bill. ماذا ايه لكي تحل المشكلة؟ قال لك انا دفعت الفاتورة. يبقى انا هقول له what ماذا فعلت، يبقى what did you do اللي هي رقم B. وزي ما في الجملة بعدها رقم 8 ممكن اقول لك ماذا فعل لحل المشكلة، يبقى what was done. دي معناها ماذا فعل مبني للمجهول، لكن what did you do مبني للمعلوم. طب ليه ما ناخدش دي؟ ما هو اصل انت عندك اداة استفهام what، الفعل المساعد did، الفاعل فين الفعل اللي في الجملة؟ مش موجود. لكن في دي أداة استفهام وات، الفعل المساعد ديد، الفاعل يو، الفعل اللي في المصدر دو. يبقى في رقم 7 ماذا فعلت لحل المشكلة، لكن ماذا فعل لحل المشكلة هنا was done. طب ما هي في واحدة اهي، لا ما هو دي وير، وانت بتتكلم على مفرد. طيب اللي بعد كده لين يوزد، والله يوزد تو المصدر، يبقى تو دو. طب لين جوت جيت يوزد تو اي ان جي، يبقى جيت يوزد تو دوينج. I'm not watching football matches in the stadium. أنا مشاهدة المباريات في الاستاد. في watching فأنا بضيف ing، أنت عارف إن used to بعدها الفعل في المصدر، و used for عايز قبلها verb to be، وعايز بعدها الفعل مضاف ing ومعناها يستخدم فيه. طب was used for عايز بعدها الفعل مضاف ing بس دي معناها يستخدم فيه. طيب I am used to بعدها الفعل مضاف ing برضو بس دي معناها معتاد أن. طب أنا كده يا مستر شاكك في اتنين، شاكك في am used to عشان بعدها ing، وشاكك في was used for عشان بعدها ing. فانت هتترجم، ينفع اقول لك انا كنت استخدم في مشاهده التلفاز؟ لا، انت بتقول انا اعتدت ان اشاهد التلفاز، فهقول I am used to. طب قطن، القطن كان يستخدم في صناعه الورق، يبقى was used to والمصدر او for ing. طب ادي for making موجوده وto make موجوده، يبقى انت كده عندك A and C. I some old friends the other day. والله the other day من الكلمات اللي بستخدمها مع الماضي البسيط، يبقى I met. قاعدة الماضي البسيط دي من القاعدة اللي انت خدتها قبل كده 90,000 مرة في حياتك العلمية، فما اعتقدش ان يكون فيها صعوبة. يعني بقول لك مستر اشرف not at home yesterday. المستر اشرف بالمنزلي بالامس. hasn't been، والله yesterday ماضي بسيط، فانا هستبعد hasn't been واستبعد wasn't being. wasn't being دي انت عارف انك عشان تستخدم was where وبعدها being لازم نستخدم بعدها باست بارتيسيبل، غير كده لا. ليه؟ لان الفيرب تو بي اللي هو ده ما ينفعش يجي مستمر، زي كلمه هاف اللي يمتلك والقصه دي. فانا قدامي اتنين، ديدنت بي ووزنت. احنا اتفقنا قبل كده ان مفيش حاجه اسمها ديدنت بي، ولا في حاجه اسمها ديد يو بي، وده احنا قلناه في الامتحان وقلناه في الشرح، فركز في دي كويس. يبقى انت كده هتقول لي ووزنت، ولو انت ترجمت اساسا كنت هتاخد ووزنت من غير ما تفسر ده كله. اشرف لم يكن بالمنزل بالامس. I not any drinks for breakfast this morning. انا لم اتناول، هو كلمه يتناول يعني ايه؟ يعني هاف. فانا عايز بقى هاف يمتلك او يتناول، فانت هتقول لي لم وبعدين اتناول، يبقى هتقول لي didn't have. طب ليه ما ناخدش هاد؟ ما ينفعش هاد مع اني، لان اني عايزه جمله نفي، عايزه جمله نفي، فاستبعدنا هاد. طب ليه ما ينفعش haven't؟ اصلي قال لك ان haven't و hasn't عايزين بعدهم فعل، عشان هما كده فعل مساعد، فعل مساعد عايز بعده فعل اصلي. I called you because I not who took your tablet.
انا اتصلت بك لانني عرفت من اخذ التابلت. عارفة يبقى نيو اللي هي كي ان اي دبليو اللي هي كده، وبدل ما تاخد نيو ممكن تستخدم ديد اللي في الماضي برضو، وبعدين المصدر اللي هي ديد نو. يبقى انت هنا في الجملة هتستخدم لي ديد نو اللي هي رقم بي. طيب اللي بعدها I'd rather you، عند I'd rather دي زي ما اتفقنا في شرح الفيديو قلنا ان في حاجه اسمها الماضي الوهمي اللي هي I'd rather، بيجي بعدها ثلاث حاجات، يا اما الفعل في المصدر، يا اما فاعل وماضي بسيط، يا اما فاعل وماضي تام. تعال نرجع كده ونشوف في الجمله هنا، بقول لك I'd rather you، اتمنى لو انك، هنا بعد I'd rather جاب لك فاعل، فتفكيرك مش هيكون في don't خالص في المضارع، ولا haven't المضارع برضو، تفكيرك في hadn't وديدنت. الجملة دي ملهاش أي 60 طعم، ليه؟ لأن الراجل في الجملة أصلاً ما بينليش هو بيتكلم على ماضي ولا مضارع، بس أنت لو قرأت الجملة رقم 5 تفهم إن هو قصده يعني، وطبعاً مفيش حاجة اسمها قصده في الامتحان، إن دي تبقى مضارع ودي يسترداي يبقى كده زمانها ماضي، حلو؟ هتفرق إيه معاك؟ ما هو أنت عارف إنك بتستخدم الصيغة دي اللي هي فاعل ود راذر فاعل ماضي بسيط لو المعنى بتاع الجملة سواء كان مضارع أو مستقبل. طب نستخدم ماضي تام لو المعنى في الجملة زمنه ماضي. طيب وانا قدامي هنا الجملة مضارع او مستقبل، فناخد ماضي بسيط، فتستخدم هنا ماضي بسيط اللي هي didn't take اللي هي رقم دي. طيب اللي بعدها بقول لك انا اتمنى لو انك my tablet yesterday، اتمنى انك انت ما كنتش خدت التابلت امبارح، يعني الجملة كده زمان معناها ماضي وزمانها ماضي، مع الماضي بناخد ماضي تام فنقول hadn't taken. طيب الجملة اللي بعد كده بقول لك at 3 yesterday، الساعة 3 امبارح، الميكانيكي سيارتي، الميكانيكي كان يصلح يبقى was checking. خد بالك دي معناها كان يصلح، دي مبني للمعلوم. طب ليه ما ناخدش was being checked؟ اصل was being checked معناها كان يصلح، ده مبني للمجهول. الساعة 3 امبارح السيارة بتاعتي كانت تصلح، يبقى انا عايز مبني للمجهول يبقى was being checked. طيب بعد كده my shirt was not ironed، والله was aware وبعدين بس participle هنا، فانت عايز في النص being ولا محاله، ومعنى الجمله بالعربي كده ان التيشيرت كان يكوى. وائل سلمى was swimming، لما كانت سلوى بتسبح في الحمام السباحه، عمتها كانت بتستمع للموسيقى. بص انت قلت لي كانت بتستمع، دي بتسبح وشغاله في السبحان، ودي بتستمع للموسيقى وشغاله، فهم الاثنين مستمرين مع بعض، يبقى انت هتقول لي was listening، ماضي مستمر مع ماضي مستمر. What not when I saw you yesterday، ماذا كنت تفعل؟ كنت تفعل يبقى was aware و ing صح؟ لا بس هو عايز ماذا يحدث، عايز يقول لك ماذا حدث عندما رأيتك يبقى what happened. على فكرة كان ممكن نقول what was happening، معناها ما الذي كان يحدث، يبقى انت كده قدامك اختيارين what happened و what was happening. طب ما هي لا دي what was happened ده مجهول، وانت عارف ان كلمة happen ما تجيش في المجهول اطلاقا. طيب الجملة اللي بعد كده I not I was walking، ده ماضي مستمر. I was taking a shower sorry my phone rang، انت عايز بالعربي كده تقول بينما كنت اخد شاور التليفون رن فينفع وايل، وممكن اقول لك عندما كنت باخد شاور التليفون رن فينفع وين، ما هو وين وايل بعدهم بيكون في ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط. طيب اذا نختار كده اي اند بي. طيب I was taking a shower my phone rang، انا كنت باخد شاور عندما التليفون رن. لاحظ انك قلت لي عندما، بس عندما يعني وين، لكن في الجمله الاولانيه المعنى بتاعها بالعربي بيقول لك بينما انا كنت اخد شاور، وعندما كنت باخد شاور، ما انت عارف ان وين بيجي بعدها ماضي مستمر وماضي بسيط، وممكن ماضي مستمر وماضي مستمر عادي. طيب وممكن بسيط ومستمر، يعني كل الاحتمالات تنفع مع وين، لكن وايل لازم بعدها ماضي مستمر. نوت ماي شاور، شاور والله ده اسم، يعني اثناء الشاور يبقى ده اسم، والاسم ما ينفعش معاه غير ديورينج، وانت عارف ان ديورينج لو جبنا بعدها اي ان جي تبقى مصيبه، ما ينفعش بعدها اي ان جي الا انك تستخدم اي ان جي وبعدين اسم زي ما قلنا في الفيديو الشرح during waiting hours. طيب not doing my doing homework she usually had her glasses on، بينما كانت بتعمل واجبها كانت دايما بتلبس النظارة. مين اللي كان بيعمل الواجب؟ هي. ومين اللي كان بيلبس النظارة؟ هي. يبقى while she was doing مظبوطة، while doing مظبوطة، when doing مظبوطة، يبقى كده A and B and C أو A B and C. تاني كده، ما أنت عارف إن when إن while لو مفيش فاعل ناخد ING، تمام، while ممكن نجيب بعدها جمله يبقى while she was، طب when ممكن نجيب بعدها جمله سليمه ممكن نجيب ing، بس الاحتمال بتاع انك تحذف الفاعل لازم يكون الفاعلين واحد. مين اللي كان بيعمل الواجب؟ هي. مين اللي كان لابس النضاره؟ هي. ما دام الفاعلين واحد احذف وانت قلبك جامد. طب اللي بعدها my departure، مغادرتي ده اسم، والاسم ما ينفعش معاه غير during. تعال نشوف الاختيارات، بقول لك while on when as، تعال بقى نفسر واحده بواحده. as دي عايزه بعدها جمله سليمه، when عايزه بعدها الفعل المضاف له ing،
او جمله سليمه. طب وايل عايز بعدها الفعل مضاف لاي ان جي او جمله سليمه، يبقى انت كده معاك اون. اون ماي ديبارتشر اللي بعد مغادرتي او اثناء مغادرتي انا شعرت بانني متوتر او متعصب. يبقى انت كده كطالب شاطر لازم تبقى عارف ومسجل في ذهنك ان اون ممكن يكون بعدها اي ان جي وممكن يكون بعدها اسم، ملهاش احتمالات غير كده اي ان جي او اسم. وانت ممكن برضو تستخدم هنا ديورينج عادي. طيب الجمله اللي بعد كده بقول لك اي دينر وين عادل arrived so I warmly asked him to share me the meal. بقولك انا كنت بتناول العشاء لما عادل وصل، عشان كده طلبت منه ياكل معايا، طلبت منه ياكل معايا لاني انا كنت مستمر في التناول، يبقى I was having. هتقول لي مش have دي ما تجيش مستمر، لا هنا كلمة have يعني يتناول يبقى تيجي مستمر، have اللي معناها يمتلك ما تجيش مستمر. My sister not her university degree in 2018. في 2018 ما دام انه سنة في الماضي يبقى ماضي بسيط فناخد got. امال هي لو سينس كنا خدنا مضارع تام. What not at 7 p.m. yesterday. ماذا الساعة 7 امبارح، اكيد ماذا كنت تفعل، ماذا كنت تفعل يبقى what were you doing اللي هي رقم C. طب she not dinner when we returned home. هي ايه في العشاء لما احنا وصلنا البيت، هي كانت بتعد العشاء او لم تكن بقى اثبات ونفي. طبعا انت شايف هنا when she returned فده ماضي فمش هينفع نفكر في is ولا does لانهم مضارع. ينفع اقول لك هي لم تفعل العشاء، لا اكيد هي لم تفعل، لم تعد يبقى wasn't making يعني لم تكن تعد. مستر اشرف not to the club yesterday. yesterday ماضي بسيط فانا عايز ماضي، فدي مضارع ما تنفعش ودي مضارع ما تنفعش ودي مضارع تام ما تنفعش، يبقى she went يعني هي ذهبت. طب my uncle not me at 9 yesterday as arranged. as arranged يعني كما كان مرتبا. عمي اتصل بي امبارح الساعة 9 كما كان مرتبا. وحتى قال لك هنا yesterday فماضي فانت هتختار له cold وما فيش غيرها في الاختيارات ماضي. My uncle didn't not me. عمي لم يتصل بي. didn't بعدها الفعل في المصدر وموضوعها خلصان يبقى didn't call. Did Mr. Waleed to help. هل المستر وليد عرض المساعدة؟ أنا عارف إن did عايزة بعدها هنا كده الفعل في المصدر والمصدر يبقى offer. Wear not this nice blouse. سما من أين اشتريت هذه البلوزة الجميلة يا سما؟ أداة استفهام وير عايز بعدها فعل مساعد، دي بادئة بفاعل ودي بادئة بفاعل، يبقى الاثنين مشي ويبقى did you get. اللي بعد كده I with my own homework. أنا في واجبي، أنا ساعدت في واجبي ولا ساعدت كده مجهول يعني، فأنا أقول لك I was helped يعني أنا ساعدت أو تمت مساعدتي. رقية who is 16. البنت رقية اللي عندها 16 سنة ديت اتولدت في سنة كذا، فأقول لك ركز بقى معايا في السياقات دي كده، ممكن أقول اتولدت في سنة 2000 يبقى نقول in 2000، أو ممكن أقول لك was اتولدت من 20 سنة يبقى 20 years ago. طب ما تيجي نشوف الاختيارات كده. رقية who is 16 was born the other day. الرقية اللي عندها 16 سنة اتولدت امبارح، عندها 16 سنة يبقى امبارح ازاي؟ ولا 16 years لما هو 16 years 20 زي 16 فأنت عايز years ago، عايز هنا ago عشان تاخدها فدي باظت يبقى أنت هتاخد N. طيب once upon a time ذات مرة. رقية who is 16 البنت رقية اللي عندها 16 سنة دي اتولدت، قال لك اجو يبقى انت عايز السن هنا 20 30 40 70 كده يبقى 16 years ago. طب ما انا كان ممكن اخد in 2007 ونحط نقطة ونشيل اجو. طيب I ran into رقية، انا قابلت رقية behind the time. behind دي معناها خلفة، بنحط مثلا لظرف مكان خلف الترابيزة خلف المنزل خلف كده يعني. طيب انت بتقول انا قابلت رقية بالصدفة 16 years، لازم بعد 16 years ago، دايما انت بتجيل الرقم وبعدين الظرف وبعدين اجو. طيب since دي لو الجملة مضارع تام والجملة مش مضارع تام، ده بقول لك I ran into يعني ماضي بسيط، يبقى انت هتقول كده the other day اللي معناها بالامس. my much noise الضوضاء كانت تحدث صنعت فعلت، يعني معنى كده انك انت عايز ماضي ومجهول. has made لأ، where made ما تنفعش لان الضوضاء اسم مفرد. was making يعني كانت تحدث، لكن was being made يعني كانت تحدث، انت عايز مجهول. The hair of the little girl's doll was شعر الدمية الصغيرة كان يسرح، يبقى انت عايز تقول يسرح يبقى مجهول، فانا عايز was بعدها being وبعدين past participle يعني كان يسرح يبقى was being combed البي دي سايلنت. Presenting the lesson the teacher allowed questions. تقديم الدرس المدرس سمح بالأسئلة. طبعا during دي هنستبعدها لان ما ينفعش نجيب بعدها ing كده غلط. طيب when presenting while presenting ما هما الاثنين بعدهم ممكن نجيب بعدهم ing، يبقى اثناء التقديم وعند التقديم، يبقى انت كده عندك A and B. طيب رقم 17 the lesson the teacher allowed questions.
اثناء الدرس. والله الليسن ده اسم، فما ينفعش غير ديورنج. الديورنج الوحيده اللي بيجي بعدها اسم، ومعانا اون كمان بيجي بعدها اسم. فروم 7 تو 11، من الساعه 7 لحد الساعه 11، يعني الموضوع مستمر لين كانت تراجع، ويبقى ووز ريفايزنج. فروم 7 تو 11 برضه من 7 ل 11 الدرس او الدروس كانت تراجع، مجهول يبقى وير بينج ريفايزد. I used، ما دام في فاعل used يبقى انت عايز تو والفعل في المصدر. جيت لا، تو جيت ماشي، تو جيتنج دي لو قبلها بي يوزد وطبعا مش موجوده، تو بي جوت لا، يبقى انت هتقول I used to get. I became زي I got زي I زي I am زي I was كلهم used to ing يبقى to getting. اللي بعد كده there are always economic crisis، دايما بيكون في ازمات اقتصاديه اثناء الوباء، يبقى اثناء اللي هي during. how long ago دي معناها ماضي بسيط، فانت تفكيرك في الماضي مش في مضارع، دي مضارع مش معانا ودي مضارع مش معانا. ممكن نستخدم had وممكن نستخدم did، ما هما الاثنين ماضي، بس انا بقول لك how long ago did your father come. come دي فعل في المصدر، فانا عايز did فناخد did. while، طب ليه ما ناخدش had، ما هو انت لو خدت had come يبقى ده ماضي تام. while not for the school was I met، اثناء الانتظار انا قابلت صديقي. مين اللي كان بينتظر؟ انا. فهتقول لي بقى while waiting، ادي فين waiting اهي. وعلى فكره كان ممكن نقول I was waiting، كانت تبقى جميله. بقول لك while Samir was doing his homework، اثناء ما سمير كان بيعمل واجبه، اخته الى الموسيقى، اكيد كانت بتستمع، يعني سمير بيعمل الواجب وشغال وهي بتستمع للموسيقى وشغاله، يبقى انت هتقول was listening. طيب اللي بعد كده I used to play football، اعتدت ان العب كرة قدم when I was young، لما كنت صغير، بس اليومين دول I، ولكنني الآن لا أفعل، يبقى لكن الآن I don't. ركز، أنت بتقول اعتدت أن أفعل الشيء ده، لكنني الآن لا أفعل، تمام. وعلى فكرة كان ممكن تقول but now I don't أو but I no longer، لكني لم أعد do أفعل، وكانت تبقى صح. My mother not the table for lunch، جملة ملهاش أي 60 طعم. طيب بمعنى إن الراجل ده بيقول لك my mother set، أنت ممكن تفكر في كده، يعني إن set ماضي بسيط وأقول لك إن أمي جهزت الغداء. أو has set مضارع تام ومعناها إن أمي جهزت برضو الغداء. was sitting يعني كانت بتجهز الغداء، فتجري على A B and C. بس فكرة الجملة دي ما ينفعش استخدم ماضي بسيط لأنه لم يحدد زمن الفعل. وما ينفعش استخدم was sitting لأن المعنى أصلاً هيبقى واقف كده في زورك، فأنت بتقول أمي كانت تجهز الطاولة للعشاء وتسكت. طب امتى طيب ولا ازاي ولا كده؟ فالمفروض انك انت تستخدم فقط مضارع تام، وانتبه عشان الجمله دي ممله. طيب بعد كده my mother not the table for lunch when I arrived home so I helped her، لذلك انا ساعدتها، يعني معنى كده انها كانت بتجهز، يبقى was sitting اهي دي جمله. my mother not the table for lunch then she called us، يبقى امي جهزت وخلصت وبعدين نادت علينا، يبقى ست. she not her thumb البي سايلنت didn't she، والله بما انه قال لك didn't she يبقى ده سؤال مزيل على زمن ماضي، يعني معنى كده ان الفعل اللي هنا كان زمنه ماضي، يبقى my mother hurt اللي هي رقم بي. طب ليه ما ناخدش didn't hurt؟ ما هو انت لو خدت لي هنا نفي المفروض يبقى هنا اثبات، طب هنا اثبات يبقى هنا نفي عكس. الجمله اللي بعد كده 31 محتاجه تركيز شويه وانت بتترجم، بيقول لك not وبعدين comma وبعدين علي، فانت كده عارف ان ده يا علي، فينفع هل ينفع اقول لك هل انت اطعمت يا علي؟ غلط. هل انت اطعمت يا علي؟ مظبوطه. يبقى وير يو فيد علي يعني هل انت اطعمت يا علي عشان معنى مجهول. طب ما هي دي مجهول بس دي بادئه بفاعل المفروض اخر الجمله نقطه، وده مديني عن استفهام. طب نقط علي مفيش كومه، يبقى انت هتقول له هل انت اطعمت علي، هو انت اكلت علي، يبقى ناخد ديد يو فيد تاني كده. دي انا بقول له هنا وير يو فيد كومه علي يعني هل اطعمت يا علي، هل انت اكلت يا علي، لكن دي هل انت اطعمت علي. طيب اللي بعديها نقط علي ودي جمله اخرها نقطه يعني جمله خبريه، فانا هستبعد اللي بادئه بديد واللي بادئه بوير واللي بادئه بوير، فهقول له يو وير فيد علي يعني انت اطعمت يا علي، انت اطعمت يا علي. طب اي اولويز نوت اب ايرلي وين اي ووز برايمري، طبعا انت عارف ان وين لما يكون بعدها ماضي فاللي قبلها لازم يبقى ماضي، فطبعا نستبعد المضارع والمضارع، باقي معاك واحده من الاثنين دول. وانت شايف الجمله بتعبر عن عاده في زمن الماضي، والعادات نستخدم معاهم ماضي بسيط يبقى جوت. طيب شارب نايف سكين حاد از يوزد تو المصدر او فور اي ان جي، لان ده معناه يستخدم فيه، يبقى از يوزد تو كات، وكان ينفع نقول فور كاتنج. اي هو هاد بروكن ذا جلاس ويندو، انا عرفت من كسر الشباك، عرفته يبقى نيو. طبعا ووز نوينج دي ما ينفعش كلمه نو تيجي في المستمر، ديد نو زيها زي نيو زي ما اتفقنا، ما انت عارف انك ممكن تاخد الفعل في الماضي او ديد والمصدر. اي ويش، اي ويش لازم بعدها ماضي، ما ينفعش بعدها مضارع اطلاقا، فما فيش دي ولا دي، في باقي معاك دي ودي، دي معناها عرفته
امتلكته، ودي معناها كنت امتلك. انت بتقول اتمنى لو انني امتلك سياره اكبر، وكلمه قاعه وجدي زي ما انت عارف ان هي لها 3 احتمالات. لو انت ترجمت طلع المعنى معاك مضارع فتستخدم بعد وش ماضي بسيط. طب لو طلع المعنى معاك ماضي تستخدم بعد وش ماضي تام، شرحناها قبل كده. طب افرض ان مفيش بعد وش اي كلام لفعل الاسم ولا ضمير، مفيش مفعول يعني، فتستخدم تو والفعل في المصدر، فتقول I wish to go، I wish to leave، لكن I wish you helped me now، I wish you had helped me the day before أو yesterday، أي حاجة من دول. طيب it is time، it's مدة زمنية زي ما شرحنا في الفيديو طبعا وش والحاجات دي، بس أنا بفكرك it's time فاعل ماضي بسيط على طول، وده اسمه ماضي وهمي زي ما شرحنا في الفيديو. طيب اللي بعد كده I'd rather you، I'd rather فاعل، فأنا عايز ماضي بسيط أو ماضي تام، ماضي بسيط أو ماضي تام. ماضي بسيط لو المعنى مستقبل او مضارع، ماضي تام لو المعنى ماضي. طيب هنا بقول لك يو امبريس مي، انت بتحرجني كده، يبقى الجمله معناها مضارع او مستقبل، فانا عايز ماضي بسيط، يبقى I didn't ask. لو ما سمعتش فيديو الشرح فما ينفعش تسمع فيديو الحل اكيد يعني. طيب I wish you not me to lend you money، you only impressed me. impressed يعني معنى الجمله زمانها ماضي، ولما يكون المعنى ماضي فنستخدم ماضي تام، يبقى hadn't asked. on holiday انت عارف while، احنا ممكن نقول while I was on holiday، وممكن نقول while on holiday على طول، نحذف I was. هنا بقى مفيش I was فهناخد while. طب ليه مش during؟ during عايزه بعدها اسم، as عايزه جمله سليمه، و just as جمله سليمه. رقم 42 بيقول لك their father's arrival، يعني وصول ابيهم، the children cheered، الاطفال بدات تهتف. طبعا when دي عايزه جمله سليمه، while عايزه ing او عايزه جمله سليمه، during و on عايزين بعدهم اسم، وانت شايف their father's arrival يعني وصول ابيهم ده اسم، فانا هشك في ديورينج وهشك في وين في اون. بس المعنى والمنطق انك انت بتقولي بعد ما الاب وصل العيال فرحوا، فعشان كده نستخدم اون. لكن ديورينج معناها اثناء الوصول، يعني هو اصلا كده لسه ما وصلش البيت فهم ما عرفوش انه وصل. اي ماي بيرنتس، اي ايه انا احبه او كده والداي. طبعا ووز لاف ده من المجهول مش معانا خالص، ووز لافينج يعني كنت بحبهم زمان لفتره واستمرت وبطلت، ووز بينج لاف ده من المجهول فناخد لاف. بس الجمله بصراحه مش دقيقه خالص، لان لفظ ماضي بسيط بيعبر عن حدث كان في الماضي وانتهى، فالطبيعي ان احنا المفروض كنا قلنا I love my parents، لان دي حقيقة والحقائق مضارع بسيط. بس احنا من بين الاختيارات المرة الاربعة هنختار رقم ايه الاقرب. My car down midways، عربيتي was breaking يعني كانت بتتعطل، was broken ما ينفعش كلمة break down اللي معناها تعطل تيجي مجهول، لا تأتي مجهول، had broken دي افكر فيها وbroke down افكر فيها، والاثنين معناهم بالعربي واحد. لكن هاد بروكن معناها ان في حدثين اثنين، الحدث الاولاني اللي هو العربيه اتعطلت وبعدين عملت حاجه ثانيه، وبما انه هو لم يذكر حدثين اذا نستبعد الماضي التام ونستخدم بروك، وده برضه سؤال غير دقيق ومش منطقي، بس الاجابه الصح بروك. ماي مستر محمد يوز تو لايك، ركز بقى هنا عشان الكلام ده حلو. يوز تو الفعل في المصدر معناه انه كان متعود يعمل حاجه زمان اليومين دول ما بيعملهاش. used to like hot pepper in his food، كان بيحب الفلفل الحار في طعامه. ده معناها ان ايه؟ he likes it now، بيحبها الان؟ لا، احنا بنقول ان هو كان بيحب زمان وبطل. طب like it now طبعا كده كده مش هينفع ناخد دي لان الفاعل هي، فالمفروض كنا قلنا likes فهي كده كده مستبعده. طب no longer liked it يعني لم يعد يحبها في الماضي، يعني انت بتقول لي على المضارع، انت بتقول لي الان، فدي ما تنفعش برضو، يبقى no longer likes it مضارع. طب ركز، انت بتقول لي هو كان بيحبها زمان لكنه الان في المضارع يفعل، يبقى ده مضارع، no longer likes it. طب 46 مستر محمد didn't used to like hot pepper، لم يكن معتادا ان يحب الفلفل في طعامه لكنه الان يفعل، الان بيحب. طيب this means he likes it now، يحبه الان، طبعا دي منفي مش هينفع، وهنا no longer منفي برضه مش هينفع، وهنا no longer مش هينفع. لما يديني هنا منفي فده معناها انه الان يفعل. I wish I were rich، يا ليتني اكن غنيا. زي انت بتقول يا ليتني اكل، زي ما في فيديو الشرح قلنا واكرر تاني عشان دي مهمه، ان بعد I wish سواء I wish او if only اللي معناهم هما الاثنين اهن لو او يا ليت، قدامك 3 احتمالات. الاحتمال الاولاني ان الجمله تكون مستقبل، الاحتمال الثاني ان هو يكون مضارع، الاحتمال الثالث انها تكون ماضي. 3 احتمالات. ان كانت الجمله اللي قدام سيادتك بعد ما ترجم طلعت مستقبل فانت هتاخد could او هتاخد would والفعل في المصدر. طب لو الجمله ترجمناها طلعت مضارع فنستخدم ماضي بسيط، طب لو ماضي نستخدم ماضي تام، وما تنساش انك ممكن تستخدم I wish to والفعل في المصدر. تعال نشوف جملتنا اللي بيحكي عنها الراجل ده كده بيقول لك فيها ايه. بيقول لك I wish
I were rich، يا ليتني كنت غنيا. يعني هو جايب بعد وش هنا ماضي بسيط. تعالى معايا تاني كده، هو جايب لي بعد وش، ركز، جايب بعد وش استخدم ماضي بسيط، ده معناها ان الجملة الأصلية كان زمانها مضارع. طيب زي مثلا الجملة دي كده، I failed، انا رسبت في الامتحان. I wish I had passed، انا رسبت في الامتحان، يا ريتني نجحت. انت لما قرات الجمله دي هو بعد وش جايب لك زمن ايه هنا؟ ماضي تام. اذا الجمله الاصليه هيكون زمنها ماضي بسيط. احنا اتفقنا على كده. تعالى نشوف كده، الجمله الاصليه ماضي بسيط فنستخدم ماضي تام. ده اللي حصل فعلا، الجمله الاصليه ماضي بسيط فنستخدم ماضي تام، ولو هو مديني ماضي تام فانا هستخدم ماضي بسيط. طيب في جملتنا هنا بيقول لي وير ماضي بسيط، فحضرتك فاهم كده ان الجمله الاصليه هتكون ماضي بسيط، هتكون مضارع بسيط، يعني ده ماضي فاحنا محتاجين هنا مضارع. طيب دي مضارع ودي مضارع، ده ماضي مش معانا وده ماضي مش معانا، بس المعنى بالعربي بيقول لك يا ريتني اكون غني، ده معناها ان انا مش غني، يبقى isn't. I wish I had got up early، هو بعد وش مديني ماضي تام، معنى كده ان الجمله هنا زمانها ماضي بسيط. بيقول لك في الجمله بقى يا ليتني استيقظت مبكرا بالامس، ده معناها ان هو استيقظ متاخرا، يبقى المفروض خد بالك هو بيقول لك هنا متاخرا، يبقى المفروض ان هو got up late. تاني ركز، يا ليتني استيقظت مبكرا، ده معناها ان هو استيقظ متاخرا، يبقى got up late او didn't get up early. طب بعد كده بيقول لك when I was at home، لما انا كنت في البيت، I forgot all about work، نسيت كل حاجه ليها علاقه بالشغل. ده معناها while at home I forgot all about work، اثناء كوني بالمنزل نسيت كل شيء له علاقه بالمنزل بالعمل. ما هو انا عارف ان while دي ممكن نجيب بعدها I was at home، ده احتمال، الاحتمال الثاني ان احذف I was واقول لك while at home على طول او at work، فالجمله دي كده مظبوطه. طب الثانيه during home، لا during ما بيجيش بعدها ظرف، بيت المنزل ده ظرف مكان مش هينفع، عايزين بعد during اسم. on برضو كذلك نفس القصه زي during، when لازم بعدها جمله سليمه او ing، وده مش جمله سليمه فاستبعدناها. كده يا شباب نكون خلصنا lesson 1 و2 كاملين، وليسون 3 و4 كاملين، وباقي معانا الليسون 5 اند 6 هناخدهم مره واحده في فيديو، وبكده خلصنا الوحده الاولى ونعمل بعد كده امتحان محترم عليها ونحله مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.